أيوة. وأنت برضه مصدقة؟ أيوة مصدقة. يبقى تسمعي الكلمتين اللي هقولهم لك كويس وتنفذهم بالحرف الواحد. عارف هتعمل إيه كويس؟ إن شاء الله. متأكد؟ ربنا يستر. نبيل وسامية لسه ما جوش؟ لسه يا شيرلي يا حبيبتي. وبعدين؟ احنا عندنا شغل كتير قوي لازم يخلص. انت لسه مصممة تعملي اللي في دماغك ده يا شيرلي؟ طبعا يا شلوم. الجماعة في اسرائيل منتظرين مني تقرير في اسرع وقت. المهم انا مش عايزة نبيل يبقى هنا. شوف له اي حاجة اشغله بيها. اي حاجة زي ايه؟ اتصرف يا شلوم. المهم يبعد عن هنا. صباح الخير. صباح النور. اهلا. صباح النور. انتوا فطرتوا ولا لسه؟ نبيل فطر في الاوتيل، بس انا قلت اجي افطر معاكوا عشان ما تفطروش لوحدكم. تسلمي لي يا ست الكل. ايه يا نبيل واقف ليه؟ ما تقعد. لا ابدا، كنت عايز اسالك اذا كنت محتاج حاجه مني النهارده ولا لا. لا انا ما بكلمكيش انت يا شيرلي. وبعدين تعرفي تخليكي في حالك؟ ممكن. خلاص يا شيرلي، انت بتسال ليه يا نبيل؟ أجنازي اتصل بيا النهارده الصبح وعايزني افوت عليه في روما عشان نخلص شويه شغل. اتفضل انت يا نبيل، شوف شغلك ما تعطلش نفسك. طب خد لك فنجان قهوه الاول ولا ايه يا بلبل يا حبيبي؟ معلش اذاك لازم امشي عشان الحق ارجع اول الليل. استنى يا نبيل يا جامعي. استنى، خليكي هنا، انا عايزاكي. كل ما في الامر اني هوصله لحد العربيه. ده من بعد اذنك. طب سامي خلي بالك من شيرلي، دي مش سهلة. ما تخافش عليا، خلي بالك انت بس من نفسك. سيد عادل، نبيل اخد عربيته ومشي يا فندم. وسامية كانت معاه؟ سامية وصلته لحد العربية ورجعت الفيلا تاني. إيزاك، لما سامية تخلص فطار هاتها وحصلني على جوه. اسمها شيرلي دي عايزة مني ايه بالظبط؟ ممكن اعرف؟ ما تتكلم يا حسليم. انا هقولك يا سامي يا حبيبي، بس قبل ما اقولك عاوزك تعرفي وتتأكدي ان انا وابو سليم مطمنين لك وواثقين فيك 100%. بس نعمل ايه يا حبيبتي؟ اوامر واوامر من فوق. أوامر إيدي اللي جاية من فوق؟ شوف يا سامية، من غير لف ودوران، شيرلي عايزة تعرضك على جهاز كشف الكذب. جهاز كشف الكذب؟ غصب عنها، غصب عنها يا حبيبي. الإدارة عندنا هناك عند العامة شكاكين زيادة عن اللزوم. بصراحة خايفين تكوني بتتعاوني مع المخابرات المصرية. المخابرات المصرية؟ لا خلاص، طالما شاكين فيا يتفلقوا، يروحوا في 60 داهية ويرموا المعلومات اللي اتعلموا في الزبالة. مش عايزة منهم ولا مليم. أبو سليم معلش أنا آسفة، يا ريت تحضر لي عربية، أنا طالعة أوضب شنطتي وراجعة على مصر. عن إذنكم.
إيزاك في إيه؟ مطرنا سامية. سامية يا شيرلي يا حبيبتي رافضة تتعرض على جهاز كشف الكذب. يعني إيه رافضة؟ من إمتى عملائنا بيرفضوا أو يوافقوا يا إيزاك؟ على مهلك شوية يا شيرلي يا حبيبتي، وما تنسيش إن سامية دي عميل غير عادي. سامية ما جريتش ورانا يا شيرلي يا حبيبتي، بالعكس احنا اللي جرينا وراها عشان كنا محتاجين لها. ثانيا وده الاهم، المعلومات اللي هي جابتها يا شيرلي معلومات مهمة وخطيرة. إيزاك انا جاية انفذ امر من رئيسة الوزراء شخصيا، ومش هتنقل من هنا الا لما انفذ المهمة بتاعتي، فاهم؟ من ناحيتها أنا فاهم يا شيرلي، المهمة هي تفهم يا حبيبتي. افتح الباب يا زلمة. سامية أرجوك افتح الباب. سامية. إيه اللي بتعمليه ده؟ زي ما أنت شايف. وريت بعد حد يجيب لي بقيه هدومي من الاوتيل هناك. بلاش جنان. جنان بقى بعد كل اللي عملته معاكوا ده تيجي دي تقول لي انا جهاز كشف الكذب؟ شيرلي بتنفذ الاوامر. اوامر مين يا ابو سليم؟ اوامرك انت؟ لا مش اوامري، دي اوامر صادره عن رئاسه مجلس الوزراء. ماما جولدا؟ ايوه ماما جولدا. شوفي يا سامية، انا مصدقك وواثق فيكي، ولو كان عليا انا كنت مشيت شيرلي من ساعه ما وصلت، ولا كنت خليتها تعتب المكان ده. لكن دي أوامر صادرة من القيادات العليا عندنا، وأنا ما أقدرش أقول لأ لأوامر صادرة عن قيادتنا. يعني أنت موافق إنها تستخدم معايا جهاز كشف الكذب ده؟ غصب عني، لكن طالما أنت صادقة وأنا متأكد إنك صادقة، يبقى هتعدي من جهاز كشف الكذب أو أي جهاز تاني. شوف يا أبو سليم، أنا لو كنت هوافق على حاجة زي كده فأنا مش هوافق عشان اللي اسمها شيرلي دي، ولا عشان رئيسة الوزراء بتاعتكم. أنا هوافق عشان خاطرك أنت بس يا أبو سليم، فاهم؟ فاهم يا سامية، فاهم. ابدا يا فندم، من ساعة ما نبيل خرج كل حاجة زي ما هي. تفتكر يا فندم سامي قدرت توصل مع نبيل الاتفاق وراح عشان خاطر ينفذه؟ ممكن يا هاني، ممكن. أنا جاهزة. إيزاك؟ اتفضلي معايا يا حبيبتي. سيد عادل. سامية ما ظهرتش؟ لا يا فندم. لويس جولدمان استفردت بيها. صاحبنا ده بيبص على ايه جوه الفيلا؟ Thank you.
عارفه الجهاز ده ايه؟ ايزاك قال ان جهاز كشف كذا. مظبوط. انا هسالك كام سؤال، كل اللي عليك تجاوبي بقى او لا، ولو كدبتي عليا الجهاز هيعرف. طيب لو سالتيني سؤال انا مش عارفه اجابته قولي مش عارفه. جاهزه؟ جاهزه. اسمك سامية عبد القادر فهمي؟ ايوه. مواليد القاهره؟ ايوه. تشتغلي صحفيه؟ ايوه. شفتي الجهاز ده قبل كده؟ لا. دول حاطينها على جهاز كشف كذا. ربنا يستر يا فندم. تعالى يا بني. ايزاك 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 مش موجود مستر نبيل. مش موجود؟ مش موجود ازاي؟ هو عارف ان انا جاي، وبعدين في ميعاد بيني وبينه. بيلو مرته بيلو. انت لسه شفتي حاجه؟ الدور اللي فوق هيعجبك قوي. زخاري اتفرج على الدور اللي فوق. ايوه بس بريجو بريجو زخاري بريجو زخاري. يلا خلصني اطلع. اوكي اتفضلي. بيلا بيلا افانتي بيلا. ايه زخير؟ ساعة بتفرجها الدور الفوقاني؟ تمام. بقول لك ايه؟ خلي اللي حصل ده بيني وبينك حبيبي. بيلا زي ما اتفقنا
ها؟ واسبوعين تختفي خالص. مولتو جراسيا. متجوزة؟ أيوة. من نبيل سالم مصطفى؟ أيوة. أنت عضوة في التنظيم الطليعي؟ أيوة. ليكي علاقة بالمخابرات المصرية؟ لا. دول لسه ما خلصوش. مش هيسيبوها غير لما يوصلوا اللي هم عاوزينه. طب افرض يا فندم ان سامية فشلت، هنتصرف ازاي؟ مش عارف. مش عارف يعني. اتصل برؤوف في روما. قول له يجي على طول. حاضر. الظاهر انه مخلص. تفتكر سامي عدت يا فندم؟ خلصتي؟ ايوه. ها اخبار البنت ايه؟ ايزاك جايبها وجاي. بقيتي من العيلة. واضح انها عادت يا فندم. الف مبروك. الله يبارك فيك. انا هنزل دلوقتي على اللوكاندا. استنى رؤوف زمان على وصول. وانت لو نبيل ظهر بلغني على طول. حاضر يا فندم. عشان تبقي تصدقيني يا شيرلي يا حبيبتي لما اقولك ان سامية نظيفة وزي الفل. كان لازم يا ايزاك، كان لازم. انت كنتي شاكة فيا؟ الشك ده جزء من شغلنا. لأي درجة؟ حبيبتي احنا ما عندناش درجات. يا يا لا. ودلوقتي متأكدة؟ مطمنة 100%. جاكوب زمانه جهز الاكل وانا ميت من الجوع. طيب ممكن اغير هدومي واحصلكم؟ اقدر اعرف مين اللي جاب شنطتي من الاوتيل لحد هنا؟ انا يا سامي. انا بعت جاكوب الصبح عمل تشيك اوت وجاب حاجتك وجي على هنا. ممكن افهم ليه ده كله؟ يعني ايه ليه؟ انا سبق وقلت لك انك خلاص بقيتي من العيله وملهاش معنى انك تقعدي بعيد عننا، ولا ايه يا ابو سليم؟ شيرلي عندها حق، يعني مفيش داعي انك انت ونبيل تفضلوا هناك واحنا هنا. ايوه بس ما يصحش ان الراجل الغريب يفتح شنطتي ويفتش في حاجتي. جاكوب مش غريب، ده من العيلة. ان كنت زعلتي يا سامية فحقك عليا، انا اسف. خلاص يا ابو سليم، طالما انت شايف كده يبقى مفيش مشكلة. يلا بقى اقعدي عشان ناكل. لا سامية هتقعد جنبي. ولا بتتكسفي؟ Hey,
سامي عدت اختبار كشف الكذب وعرفنا كل افراد الموساد اللي موجودين هنا. ده خبر هايل يا فندم. الخبر الوحش بقى ان نبيل وسامي اللي كانوا قاعدين هنا معانا في اللوكاندا عملوا تشيك اوت وانا مش عارف ليه. طب هما فين دلوقتي؟ هما يا سيدي في بيت امين من بيوت الموساد واحنا مراقبينهم ليل نهار. على فكره انا شفت نبيل وانا جاي على هنا. فين؟ في محطة بنزين وأنا بفول. نزل من عربيته ودخل ماركت الزهر كان بيشتري حاجة. وهو شافك؟ لا لا ما شافنيش. ربنا يوفقه في مهمته. مهمة إيه يا سيد عادل؟ أشرب شاهيك وأحكي لك على كل حاجة. مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا كلهم خرجوا يتعشوا بره، مفيش غير مس سامية في اوضتها فوق. فوق؟ نبيل. ازيك يا حبيبتي؟ قاعدة لوحدك ليه؟ هما خرجوا كلهم يتعشوا بره وقال لي اخرج معاهم، بس انا ما رديتش قلت اقعد هنا استناك. تعشيت؟ لا لسه. طب ممكن نخرج نتعشى بره؟ وبالمرة تحكي لي عملت ايه مع اجنازي وفروم. اوكي يا حبيبتي يلا. حصلت لك اي مشاكل؟ لا خالص بالعكس الموضوع مشي كويس قوي اسهل مما كنت متخيل. طب عرفت توصل اللي انا طلبته منك؟ ايوه انا صورت لك كل الورق اللي في مكتب ايزاك وتحيد الفيلم ده هتلاقي فيه كل اللي انتوا عايزينه. سابين؟ ابو سليم اهلا وسهلا. ايه الصدفه الحلوه دي؟ فعلا الصدفه الحلوه دي. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ زي اللي بتعملوه بالظبط، بس احنا خلصنا عشاء وكنا ماشيين لما ابو سليم شافكم مع بعض فقلنا نيجي نمسي عليكم يا حبايب. اهلا وسهلا. طب اقعدوا واقفين ليه؟ مش عايزين نقطع خلوتكم. خلوة؟ خلوة ايه؟ ولا خلوة ولا حاجة، اتفضلوا اقعدوا. ده نبيل كان لسه بيحكي لي على روما واللي حصل له هناك. وايه اللي حصل لك هناك يا نبيل؟ تصور انه راح روما الاجنازي وما لقاهوش. لا يا شيخ. اه وسبت له خبر مع صوفي ان انا رحت له. اه علشان كده رحت ورجعت بسرعه. ايوه مظبوط. نبيل تسمح لي اسرق مراتك 10 دقايق وارقص معاها الرقصه دي؟ طبعا. زي زمان؟
تعبان يا شيرلي، مش عايز. صدقني هريحك، شكلك متضايق. مش متضايق. قوم. على فين يا شيرلي يا حبيبتي؟ هنرقص. ما انا ما بعرفش ارقص. هعلمك، قوم. لا مؤاخذة يا نبيل يا حبيبي، زي ما بيقولوا عندكم في مصر في الامثال، بعد ما شاب ودوا الكتال. يلا. اسمها شيرلي، طريقة كلامها ونظرتها واضح انها شاكة في حاجة. هي كانت شاكة فيا في الأول، لكن بعد ما عدت من جهاز كشف الكذب خلاص بقت واثقة فيا 100%. ده بس بيتهيألك، انت أصلك ما تعرفيهاش. سامية أنا عايزك تخلي بالك منها كويس، تحشيها على قد ما تقدري، دي مجنونة، انت مش متخيلة دي ممكن تعملي. نبيل أنا مش عايزاك لا تخاف من شيرلي ولا من غيرها، احنا خلاص خلصنا شغلنا هنا وكلها يوم ولا اتنين ونرجع على روما. أنا أروح مصر وأنت تحصل الفيلم اللي معاكي. لسه ما سلمتوش، هحاول اسلمه بكره. ازاي؟ مش عارف، هتصرف. ده لازم يتم في اسرع وقت. ايزاك تحت، لو راح المكتب في روما وعرف ان انا دخلت وانت نبيل اهدى، ما تخافش، اللي هيسر عليا هيسر عليك. الامر بيد الله، العمر واحد والرب واحد. سهرانين؟ وانتي ايه اللي صحاكي بدري؟ صحيت زهقانة فقلت اخد دش واروح اكوافير اعمل شعري. ممكن جاكوب يوصلني؟ وليه جاكوب؟ انا تحت امرك. لا انت ولا جاكوب. انا نازله وسط البلد اشتري شويه سوفينيرز، تحب تيجي معايا؟ اهو ننزل مع بعض ونرجع مع بعض ونسلي بعض في الطريق. يا ريت يا شيرلي، بس انا بس مش عايزه اعطلك. حبيبتي احنا كلنا هنا تحت امرك. يلا بينا. يلا. على إذنك. أهلاً. باي. باي يا حبيبي. شلوم. هما كانوا سهرانين فوق بيعملوا إيه؟ يعني أكيد ما كانوش بيصلوا يا إيزاك. آه. طبعا مش بيصل، اكيد